طيب هو عنده حاجة برضو زي ذكر أو كده ممكن نسمعها يا أستاذ حلمي برضو نديله فرصة؟ يقولها واسمعها حضرتك. أنا طيب. ممكن أخد تيك فايف وقتها. طيب تمام. يلا اتفضل قولها. ليلة ناصر النبي من بيت الحرام للقدس، جبريل وقبل الفراق يوصلوا للقدس، وصلى بجميع الأنبياء يا مسلمين في القدس، ودار وراه العجر قوموا شوفوه في القدس. ليلة ناصر النبي من بيت الحرام للقدس، جبريل وقبل الفراق يوصلوا للقدس، وصلى بجميع الأنبياء يا مسلمين في القدس، ودار وراه العجر قوموا شوفوه في القدس. طلع أول سما جبريل وكان وياه، جبريل خبط ببني السما، الملايكة سألوه على اللي معاه، قال لهم افتحوا معايا حبيب ربنا محمد ابن عبد الله. عايز اقول لك حاجة، الملايكة لما يسألوا جبريل هيسألوه على مين اللي معاه؟ مين اللي كاتب ده؟ مين اللي كاتب؟ أنا خليك أنت تجاوب، مين اللي كاتب ده؟ الله أعلم. ما يعرفش. طيب تنصحه بإيه يا أستاذ حلمي؟ تنصحه بإيه؟ يسمع كتير؟ يروح لمتخصصين؟ عايز تغني؟ عايز تغني ابدا صح، هي البدايه الصح انك تسمع اللي بيدور حواليك جيدا، مش الهجاصين في الغنى، اسمع الناس اللي ليها قيمه في الغنى. يعني حضرتك يجيب حد متخصص؟ لا مش يجيب حد، يبدا يسمع الاول، يسمع الود، ولما يسمع هيحس انه محتاج حد يوجهه، بس يسمع الاول، انما كده ده سمع زي النشافه، عارفه انت كده، ده الاحب فبتنشفي، ده غنى النشافه، ده مش غنى حقيقي. فاللي عايز اقوله لك، حابب الغنى ابدا صح، اسمع ثم احفظ ثم دور على اللي يقول لك انت فين، اذا ما قالكش حد انت فين عمرك ما هتنفع موتر. خلاص فهمت ولا من غير لا؟ من غير زعل يعني، تسمع كتير. عايز تزعل؟ تسمع كتير. لا انا ممكن ازعله اكتر لو عايز تزعل يعني. تحب ازعل ولا تحب تاخد كلامي فايده؟ فايده بس اقعد بقى وانت مبسوط. طيب الموهبة اللي بعدها اتفضل. لا المايك اللي معاه اللي معاه. فتحي محمود ابو زيد كفر الدوار. فتحي محمود منين؟ كفر الدوار. كفر الدوار، تحية لكل اهلنا في كفر الدوار. الموهبة غناء. يلا يا استاذ. كل واحد عنده سر جوه منه مداريه الحقيقة، ومداريه عن أقرب الناس إليه، وانت أقرب حد لي يا حبيبي لو علي كنت أقولك، بس خايف وعمل